السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا غرائب وعجائب الكتب. وزي ما بنقول كل حلقة كل كتاب مهما كانت قيمته العلمية دايما بيبقى فيه معلومات تحس إنها غريبة، حكاوي تحس إنها عجيبة، حتى كتاب المدرسة أحيانا بتلاقي فيه معلومات غلط، سواء كتبت بالغلط أو سواء إن العلوم بتتطور ومع الوقت هتلاقي أجيال تانية مش مصدقة المعلومات اللي فيه، رغم إن أهل زمانه كانوا حاضرينه وكانوا شايفينه بوضوح. زي ما بان في العنوان هنتكلم عن كتاب يوحنا النيقوسي. الكتاب ده تناولناه قبل كده في الحلقات اللي كانت في رمضان، وكنا بنتحدث فيها حول الفتح الإسلامي لمصر والأخبار الموثقة لتفاصيل هذا الفتح. لكن الكتاب ده فيه قصة غريبة جدا وبتلاقيها في كل النسخ، فمثلا عندنا دي النسخة دي، حتى النسخة الخاصة بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية كمان سجلت نفس القصة. وطبعا كتاب يوحنا النيقوسي كتاب نسخته الأصلية ضايعة، الموجودة حاليا هي نسخة أثيوبية مترجمة من نص عربي اللي المفروض مترجم من النص القبطي. كان بيقول يوحنا النيقوسي: وفي أيام هذا الملك كذلك كان والي وحاكم بمدينة الإسكندرية اسمه ميناس ابن معين، رأى خلقا كهيئة صورة إنسان، منهم من يشبه الذكور ومنهم من يشبه النساء. وكان كل الذين يسيرون في البحر عندما يقفون عند الشاطئ يرونهم جهارا ويعجبون جدا من مرآهم. وكان ميناس يشاهد مع كل الموظفين وكبار المدينة، وكل من يراهم يتحدث إليهم ويقول لهم: أستحلفكم باسم الله الذي خلقكم، فرأوا لنا مرة ثانية. وحين سمعوا القسم كانوا يبدون وجوههم وأيديهم وصدورهم، وكل من يراهم يقول: هذا عمل الشيطان أو الشياطين الذين يسكنون في الماء. وآخرون يقولون: في هذا النهر توجد كلتا الطبيعتين إذ ظهرت به حيوانات لم يرى مثلها من قبل. وآخرون يقولون أن هذه الشريرة ظهرت في أرضنا، وآخرون يقولون أنها أمارة حسنة ما ظهرت به هذه المخلوقات. وهؤلاء كلهم كذبة ولا دليل على كلامهم. في نسخة الكنيسة المصرية مترجمة الجملة الأخيرة ترجمة مختلفة، بيقول: وهكذا كان كل يقولون بآراء خاطئة وأحاديث لم يكن لها أساس. ملخص القصة إن في كائنات شبه البشر كانت بتتراءى للناس على شاطئ البحر اللي موجود في اسكندرية، وناس كتير قعدت تقول دول شياطين ساكنين في المية، دول مش عارف، دول حيوانات، البحر ده مبارك، البحر ده شرير، دي مخلوقات شريرة، دي مخلوقات طيبة. واختلفوا في آرائهم، وشايف ان كلهم كذبة، ومش عارف هل دي تشمل القصة كلها ولا التفسيرات نفسها هي اللي كانت كاذبة. بس الشبه اللي هو بيذكره ده بيفكرنا بحريات البحر، اللي هي كائنات لها أيدي ورأس وصدر زي البشر لكنهم بيعيشوا في المية. فكرة إن أهالي اسكندرية بأعداد كبيرة كانت بتشوفهم في الوقت ده كانت فكرة غريبة. بيفكرني حتى بقصة ألف ليلة وليلة بتاعت عبدالله البري وعبدالله البحري، لما كان عبد الله البحري كائن شبه بشري عايش في المياه وكان ليهم حضارة ومدن، وأخد عبد الله البحري اللي كان بطل قصتنا وعيشه معاه في قلب البحر، وجاب له سلة كبيرة مليانة بالجواهر والألماظات اللي هي موجودة في البحر بكميات كبيرة، وفرشين بيها أراضيهم وحجارة ما بتسويش، لكن خلت عبد الله البري عبارة عن غني ومليونير والملك بيطمع فيه. والقصة زي ما هي مكملة في ألف ليلة وليلة. فدي نموذج للقصص الغريبة اللي ممكن تشوفها أو اللي ممكن تتعرف عليها، خصوصا إنها بتتكلم عن مدينة في البحر المتوسط
البحر المتوسط ما فيهوش انواع الفقمات اللي ممكن يتم اللخبطة فيها للشكل ده. مهما كان اساس القصة هي كانت طريفة في الكتاب، ف اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى ان تكون سلت وقتكم، واتمنى ان يكون فيها معلومة مفيدة من احنا ما قلناش معلومات كتير. والى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.